اتصل فيك الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك ليهنيك على جائزة استلمتيها، وبدل ما تشكريه على تليفونه فشي تخليك انه البروتيز عم بيتاخروا فيها الفرنسويه. شو صار معك بهالاتصال؟ رئيس جمهورية عم بتلفن يهنيك. هلا اول شيء كان رائع، كل مره يتلفن يطمن علي على الاوبيتال، على مركز اعاده التاهيل بفالونتون. وانا عم بتعذب وبدي روح اخذ الجائزه تبع يونسكو غييرمو كانو فور فريدم اوف سبيتش وكارج ان جورناليزم، وبدي سافر على سريلانكا، وبس بدي روح مع بروتيز. وهن الله وكيلك على موال ال 35 اور تبعولهم، ما بيشتغلوا الا 35 ساعه. ايه اذا بدها يخلصيها للبروتيز. قلت له سي كوا سو سيستيم شي، عامل لك واسطه ولا ما عامل لك واسطه؟ صار يضحك. هلا كايدي فات لتا. السؤال رقم 21 هو سؤال بالفيديو، رح نشوف سوا. بونسوار ماي، بونسوار جيسيكا، مساء الخير لكل المشاهدين كمان. انا وقتها بينطلب احكي مني عن ماي بتلبك فعلا فعلا، لاني ما بكون موضوعيه، يعني انا ماي بحبها وما في يكون موضوعيه بهذا الموضوع. وبس الناس كلها صارت بتعرفها ماي واضحه، ماي المراه الصلبه الجباره اللي بتوقف بوجه الأذر وبتواجهه، بتنحني بس ما بتنكسر، صادقة بمشاعرها، صادقة بعواطفها، عندها يمكن شيء من الحدة والانفعالية، ولكن هي مباشرة وصريحة ومثل ما قلت صادقة. وأنا وقتها بحكي عن ماي بحب أحكي أكثر على الناحية اللي بتربطني فيها كصديقة. ماي الصديقة الصدوقة، صاحبة القلب الكبير والحنونة اللي بتزعل بس ما بتحقد. هي ايضا ماي المرحة كتير، خوتة شوي، صاحبة الضحكة البترن، بتحب الحياة والمغامرة، بتحب الحياة بحلوة وبمرة وبخيباتها. وهيدي يمكن امور عشناها سوا وامتحناها وامتحنتنا كمان مع بعض، وهي امتحنتها للاسف اكثر. انا ما بدي احكي عن الاشياء المرة، بدي اسالك سؤال عن الاشياء الحلوة اللي مرقت فيها ماي بحياتها. شو بتتذكري من الأوقات السعيدة، مع يمكن تحفظ على كلمة سعادة، ما بعرف سعادة بالنسبة لإلك شو، ولو بتخبرينا شوي على هذا الموضوع. الإعلامية دولي غانم، شكرا لك على هالمداخلة. مش معقول يكون في ماشي ضياء وما يكون في دولي غانم بقلب الحلقة. حبيبة القلب، لما كنا نعمل نهاركم سعيد صدقيني عادة بيكون في حزازيات بالمهنة، بيقولوا لك ولا نهار اصطدمنا ببعض. كان يعني في كومبيتيشن بيناتكم؟ كان في منافسة؟ لا لا لا، كنا نتكامل. يعني هي دولي رايقة وطيوبة ومهضومة، وأنا مع دولي ولا مرة حسيت إنه مضطرة. يعني الصداقة اللي بيناتكم قليل ما نشوفها بين شخصين بيشتغلوا نفس ال شرعنا أوقات، بس مش من ورا ماي ودولي، شرعنا على اعتبارات تانية مش مجال لذكرها هلا يعني. بس علاقتي بدولي عراقة بيور، نقية صافية. مثل شو بتتذكري من لحظات السعادة اللي عشتيها؟ لكن أنا حياتي بسرق السعادة سرقة. السعادة لأنه أنا بضل ابتسم وبضل بضحك وبجرب على طول أخذ الناحية الإيجابية من الأشياء. العالم بيفكروا إنه واو بتضل عايشة على كوكب وعم تضحك كل الوقت وهيك، بس أنا ما عرفت طعم السعادة المضبوطة، لأنه أنا حياتي كانت مليئة بالمآسي من أنا وصغيرة، فقدان أهلي، بي، خي، ذكرتي، طلاقي، بعدين صعوبات الحياة، الحرب، الحروب كلها اللي مرقنا فيها، نمشي زيكزاك لنرجع على البيت تحت القصف، تحديات كان كل يوم نعيشه هيدا تحدي. انتبه قناص لأنه عم بيقنصوا علينا من برج المر. شو هي السعادة اللي بتعيشيها اليوم؟ شو الشيء اللي بتعيشيه أنت اللي بيعطيك السعادة اليوم؟ بنسى الدنيا وقتها بهدي اولاد واولاد اخواتي، و يعني كلهم 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 كلهم. جون يلي انا عربته، جوليا ملكه جمال العالم، روبي يقبرني يلي هلا عملنا له عمادته حياتي هلا لشفته، وفي اولاد كارلا يلي بعرفهم عن طريق السكرين لحديت هلا ما شفتهم، بس شوفهم
بقرر انه ما بقى بدي افكر بشي تاني، وانه الحياه حلوه، فيها شيء حلو الحياه، هي براءه الطفوله.